لم يستطع الخلاص حاملا ابنه الذي كان يلتقط أنفاسه الأخيرة هاربا من موت قدر له ولعائلته المتكونة من 6 أفراد، لكنه سقط على سلم منزلي مختنقا وفارقت بعدها أرواحهم الحياة. حادث نتاج التماس كهربائي تسببت باشتعال سقف مكون من مادة الساندويتش بانل سببت اختناق عائلة بالغاز المنبعث من المادة الفلينية. حصل تماس كهربائي في مادة الساندويتش بانل، هذه المادة اللي فتكت بأرواح الكثيرين، ويبدو أنه تسرب الغاز والحريق دخل للبيت، وحسب معلوماتنا أنه هذه المادة تصيب النائم بالإغماء، فيبدو أنه حصل لهم إغماء وهم نيام وماتوا خنقا، إلا المرحوم منير يبدو أنه ناهض من سريرة وحامل أحد أطفاله، لكن القدر ما أمهله والمنية وافته، ووجدناه على سلم الدار ساقط هو وطفله بين ايديه. فجرا وعلى اصوات النداء والاستغاثه استفاق جيرانهم وهلع من في المنطقه باندفاع، توجهوا نحو الدار محاولين انقاذهم، لكنهم لم يستطيعوا كسر الاقفال والدخول الا بعد حضور الدفاع المدني ليشهدوا على حادثه موت عائله باكملها. قاعد تقريبا صارت اول حادثه 5:30 الا ربع، احنا سمعنا يعني صياح الجوارين وهذا، فالباب مقفول هذا كان، دفعنا الباب ماكو، صحنا صياح ماكو، ما حد جاوبنا، فدزينا على الاطفائيه، اجت الاطفائيه، فالموضوع دخلوا الاطفائيه لقينا يرد ندخل ما نقدر ندخل، لان ما تقدر دخان قوي ما تشوف احد اصبعك ما تشوفه. ماده الساندويتش بانل التي كانت سببا في ازهاق ارواح المئات ولربما الالاف ممن استخدموها كماده لبناء جدران واسقف منازلهم، ولعل الحوادث ستستمر ان لم تكن الرقابه من الجهات المسؤوله بصوره ادق واوسع. من بغداد محمد فراس، قناه التغيير.